لا يلزم الخروج من الخيمة إذا كان الإنسان محرما وفيه أناس غير محرمين ويتطيبون بالمباقر، لا يلزم المحرم يخرج من الخيمة لأنه ما تقصد ذلك ولا تقصد التطيب، صحيح أنه يبقى في الخيمة ولا حرج عليه، وإن علق بإزارة أو رداء شيء من الطيب فلا حرج عليه في ذلك لأنه لم يتقصد هذا.